السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الذي سوف أتحدث فيه من منطلق شخصي بخصوص قراري لمن سوف أصوت في هذه الانتخابات، لأن هناك تعليق شاهدته في إحدى الفيديوهات بخصوص ما هو موقفي من الانتخابات وعلى من سوف أنتخب هذه المرة. فأقول هذا اختياري وهذا موقفي الشخصي، لا أفرض رأيي على أي شخص، هذه قناعتي الشخصية. هذه الولايات المتحدة الأمريكية، كل شخص حر في اختيار الشخص الذي يظهر له أنه الأفضل، وقلتها مرارا وتكرارا قبل الانتخابات الأمريكية من بداية السنة أنه يجب اختيار الأقل ضرر. لا أقول أن دونالد ترامب أفضل من كامالا، ولا أقول أن كامالا أفضل من ترامب. هناك أمور شخصيا أعتقد أن دونالد ترامب أفضل أن يكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية من كامالا هاريس، لا سيما أن كامالا هاريس سوف تكون امتداد لفترة الرئيس الحالي جو بايدن. فهناك العديد من الأمور التي عشتها هذه السنوات من حقبة جو بايدن لم أشاهدها منذ قدومي للولايات المتحدة الأمريكية، حتى في فترة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما. فكما قلت لا أريد الضغط على أي أحد، أنتم أحرار، اختاروا كامالا، اخترت دونالد ترامب، اخترت الحزب الخضر جيل شتاين، أنت حر. لكن لا يمكن التزايد أو المزايدات على القضية الفلسطينية من أجل دفع أنظار الناخبين الأمريكيين إلى عدم التصويت على كامالا أو عدم التصويت على دونالد ترامب والتصويت على جيل شتاين فقط لأنها تدعم القضية الفلسطينية. كلنا نتفق أنه ما يقع في الشرق الأوسط خصوصا في غزة أو حاليا الآن في جنوب لبنان أن هذا الأمر يعني مؤلم لكل إنسان، إنسان يعني ناس عندها أحاسيس، تشاهد أناس يموتون بشكل يومي في يعني صواريخ تفجيرات وغيرها من الأمور. نحن يعني مع هؤلاء، مع هؤلاء الضحايا، نطلب لهم الرحمة والمغفرة، لكن لا يمكن استعمال فقط موضوع غزة لكي تحاول ما أمكن تغيير موقفي لأصوت على جيل شتاين عوض يعني كامالا أو دونالد ترامب. فسوف أشرح لكم موقفي الخاص والأمور التي دفعتني إلى عدم يعني التصويت على كامالا هاريس. هذا يعني قرار شخصي اتخذته أنني لن أصوت على كامالا هاريس. هل هذا معناه أنني إذا لم أصوت على كامالا هاريس سوف كامالا تخسر؟ لا، هناك ملايين الأمريكيين سوف يصوتون في هذه الانتخابات، لكن هناك قناعة شخصية أنني لن أصوت على هذه السيدة لعدة أسباب سوف أشرحها لكم في هذا الفيديو الذي ربما سوف تكون مدته 20 دقيقة على ما أعتقد. بالنسبة لتجربتي الانتخابية، حينما أصبحت مواطن أمريكي انخرطت في الانتخابات الرئاسية على أساس أنني غير ملتزم، بمعنى أنني يمكن التصويت على الحزب الديمقراطي، يمكن التصويت على الحزب الجمهوري. في سنة 2016 صوت على هيلاري كلينتون لتجربتها في السياسة الأمريكية، بالرغم من ذلك خسرت وفاز دونالد ترامب. في سنة 2020 مرة أخرى الغالبية الساحقة من عرب ومسلمي أمريكا صوتوا على جو بايدن. لماذا؟ لأنهم متخوفون من دورة ثانية لدونالد ترامب الذي أثر على الهجرة وأثر على العديد من يعني الأمور بالنسبة للخارج أمريكا ليس داخل أمريكا. فصوتنا على بايدن، فاز بايدن. أوكي، الآن بعد 4 سنوات من تجربة بايدن اكتشفنا بأن هذه الفترة أسوأ فترة، أقولها شخصيا أسوأ فترة منذ قدوم الولايات المتحدة الأمريكية. أوكي، لماذا؟ أولا أنه اقتصاديا تأثرت كالغالبية الساحقة من المجتمع الأمريكي، سواء كنت مهاجرا من الشرق الأوسط، من شمال إفريقيا، مواطن أسود، أمريكي أبيض، الكل، هذه حقيقة تأثرت.
شاهدنا حروب، حربين لحد الآن، حربين روسيا وأوكرانيا، شاهدنا ماذا يقع في غزة، والآن هناك حديث على يعني جنوب لبنان. اقتصاديا غلاء في المعيشة، غلاء في الأسعار، غلاء في السكن، غلاء في الإيجار، يعني العديد من الأمور. في سنة 2022 حينما ارتفع تضخم الولايات المتحدة الأمريكية 9.3% في يونيو 2022، كان يقال أن السبب هو الحرب، أن حرب أوكرانيا وروسيا هي السبب، لكن في الحقيقة ليست هي الحرب، بل هذه ذريعة فقط، أن التضخم استعمل لأغراض. نقولها صراحة والأيام سوف تؤكد لنا هذا الأمر، بمعنى أن في هذه المرحلة من فترة جو بايدن شخصيا جيبي تأثر. أي أمريكي سألته الآن مثلا لماذا لا تريد تصوت على جو بايدن أو على كامالا هاريس، سوف يقول لأنني ما يهمني هو الجيب، مدخول الأجور لا ترتفع لكن التكلفة ترتفع، تكلفة الحياة ترتفع. $100 في 2019 ليست هي $100 الآن، يعني الإيجارات في 2019 ليس هي الإيجارات الآن، وهناك العديد والعديد من الأمور. فاقتصاديا تأثرت كما تأثر العديد من الناس، النسبة الكبيرة من المجتمع الأمريكي تأثر اقتصاديا. شاهدنا فيديوهات لأمريكيين يبكون في مواقع التواصل الاجتماعي، شاهدنا أناس من الطبقة الوسطى دخلهم $80,000 $100,000 ويعانون، فما بال الناس الذين دخلوا مثلا أقل من $40,000 $50,000. هذه حقيقة. أوكي. الآن أنتقل إلى الشق الأخلاقي. حين نتحدث عن الشق الأخلاقي هي يعني الإيديولوجيا التي يريد الديمقراطيون تمريرها على أطفالنا في المدارس. شاهدنا يعني دعم للمثلية الجنسية، شاهدنا أشخاص في يعني المجلس الوزاري أو الكابينت لجو بايدن، أشخاص تم انتقاؤهم ليس على أساس الكفاءة لكن على أساس ما يطلق عليه DEI، يعني مثلا متحول جنسي تعطى له منصب كبير، شاذ جنسي يعطى له منصب كبير، شخص لا يعتقد بالأجناس بتاتا يعطى له منصب. هناك إيديولوجيات تمرر في المدرسة، هناك إخفاء مثلا في بعض الولايات قوانين لإخفاء رغبة الطفل في التحول الجنسي على أولياء أموره. إذا كان الطفل في أمريكا حينما يحصل على نقاط متواضعة يتم التواصل مع الأسرة للسؤال عن ما هو السبب الذي دفع الطفل إلى أن نقطه ضعيفة، أو إرسال أفراد من يعني الدولة للقيام بأبحاث للتأكد هل هذا التلميذ ظروف يعني العيش متوفرة. أوكي، مثلا هذا الطفل ذهب إلى مدرسة فيه خدوش، يتم التواصل معك، ما هي أسباب الخدوش، هل هناك ضرب، هل هناك عنف مدرسي. لكن حينما يأتي الأمر إلى فرض إيديولوجيات أو تمرير أمور أو دعم لأطفال لأنهم يريدون تغيير يعني توجههم الجنسي، الآن الدولة لا يجب عليها التواصل معك. فهذه من الأمور التي لا أرغب فيها. أوكي، هناك موقع شخصيا سمعت بأنه يتم أو هناك محاولة تمرير ما يوجد على هذا الموقع في بعض مجموعات التعليمية هنا في أمريكا. سوف أضع لكم اسم هذا الموقع، سوف أضع لكم أمامكم. شخصيا دخلت على هذا الموقع، فيه فيديوهات تعليمية، فيديوهات تعليمية موجهة للأطفال الذين سنهم بين 4 سنوات وتسعة سنوات. سوف تتعجبون من الفيديوهات، فيديوهات تتحدث على العادة السرية عند الأطفال الصغار، فيديوهات تتحدث على يعني علامات البلوغ عند الأطفال، علامات البلوغ عند الإناث، كيف تتحدث على الجنس مع أطفال مع والديك. هناك العديد من الأمور، هناك العديد من الأمور، لا أريد الدخول في أمور شخصية مثلا، لكن شاهدت أمور يعني مثيرة. كتب
هناك العديد من الكتب التي يتم الحديث عليها في مواقع التواصل الاجتماعي على منصة تويتر لأساتذة وجدوا كتب موجهة إلى الأطفال يعني المرحلة الابتدائية. تصور هذه الكتب لو وقعت في يدي أطفالكم. هذه الأمور يجب إخواني أخواتي يعني فهموها. النقطة الأخرى التي دفعتني إلى عدم التفكير في الصعود على الحزب الديمقراطي بتاتا، وهو أنه لماذا هناك أشخاص مقيمون شرعيون مواطنون أمريكيون يدفعون ضرائب، يشتغلون من الساعة 8 صباحا الخامسة مساء ويدفعون ضرائب، هناك من يشتغل يعني وظيفتين بسبب تكلفة الحياة الآن. حينما هؤلاء الناس يقدمون على قصائم الطعام يصدمون، يرفض طلبهم. يقدمون على التأمين الصحي يرفض طلبهم. لكن هناك مهاجرون غير شرعيون يتسللون أو تسللوا عبر الحدود، يتم يعني منحهم إقامة في فنادق، في يعني ملاجئ مخصصة للمهاجرين، يتم منحهم بطاقات قصائم طعام، يتم منحهم أموال هواتف وغيرها من الأمور، بينما المواطن الأمريكي بين المواطن المقيم الشرعي لا يمكن الحصول على تلك الأمور. وسمعنا العديد من الفيديوهات في العديد من المناطق أن هناك مهاجرون قدموا في سنة 2022 الآن حصلوا على منازل، بينما هناك أمريكيون طول حياتهم يشتغلون لم يتمكنوا من شراء منازل. فكيف لمهاجر غير شرعي بدون أوراق أن يشتري منزل وهو دخل أمريكا في سنة 2022؟ وفي شيكاغو ذهبوا وابحثوا على هذه الأمور. عائلة فنزويلية تتكون من أب وأم وطفلين، ساعدتهم يعني كنيسة في شيكاغو لشراء منزل بالرغم من أنهم ليست لديهم إقامة في أمريكا. أي أقل ذلك؟ أو تفكير أنه كاليفورنيا مثلا سوف تمنح داون بايمنت للمهاجرين غير الشرعيين لشراء منزل وغيرها من يعني من الأمور. فهناك منح للمهاجرين الشرعيين فرصة أكثر من المواطن الأمريكي، بل أن هناك برنامج في ولاية أوريغون يقول أن هناك دفعة مالية تصل إلى 30,000 دولار تمنح لأي شخص يريد شراء منزل في أوريغون، ويتم استثناء المواطن الأمريكي مستثنى. ذهبوا وابحثوا في هذا الأمر. 30,000 دولار. المسؤولين على الحملة حينما وقع ضغط عليهم قالوا أن من يعني قام بتصميم المنشور نسي أن يكتب أن الموضوع أو البرنامج مفتوح حتى الأمريكي. لا يمكن. الآن بالنسبة للحرب، نعلم أنه فترة دونالد ترامب لم نشاهد حرب مقارنة مع أوباما أو الآن مع جو بايدن. يعني في فترة جو بايدن بعد سنة من دخوله البيت الأبيض، دخل في 20 يناير 2021، فبراير 2022 بدأ الغزو. الآن نشاهد ماذا يقع في غزة، نشاهد ما يقع في جنوب لبنان، وكما لا تقول أنا امتداد للرئيس جو بايدن. هناك حديث على ربما التجنيد الإجباري لأطفالنا. هذه الأمور طبعا تدفعني تخوف على مستقبل أطفالي. كيف سوف يتم الزج بأطفال في حرب لا علاقة لأمريكا بها، لا علاقة، فقط لأن إسرائيل تريد جلب أمريكا إلى المستنقع الشرق الأوسط وتتوسع رقعة الحرب. يعني ما دخل الأمريكيين بهذه الحرب؟ كذلك مشكل آخر هو قمع الحريات تعبير. شاهدنا ما وقع في المظاهرات، شاهدنا الضغط الذي تقوم به حكومة جو بايدن على بعض منصات التواصل الاجتماعي من إلغاء آراء وتعليقات الناس لأنها تعتبر معلومات مضللة. وآخر ما يعني ما سمعناه هو خروج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك قال أن إدارة بايدن ضغطت عليه أن يبان الوباء.
هناك مشروع الذي تطالبه كامالا هاريس في حالة دخول البيت الأبيض، وهو منح 25 ألف دولار لمن يريد شراء منزل. هذه الأموال سوف تدفع من جيب من؟ هل سوف تدفع من جيوب كامالا هاريس؟ أم سوف تدفع من جيوب الخزينة الدولة؟ يعني دافع الضرائب، أنا، أنت، الناس التي تشتغل وتدفع ضرائب سوف تؤخذ تلك الأموال وسوف تعطى لهؤلاء، سواء كانوا مهاجرين شرعيين أو معارض شرعيين وغير ذلك. فكيف ستمول هذه المشاريع؟ إلغاء الضرائب على الإكراميات، كيف سوف تمول هذه المشاريع؟ محاربة تلاعب الأسعار، يعني كما تريد يعني صراع مع الشركات الكبرى، وهذه الشركات لديها لوبيات. كذلك أن هذه الأمور التي تتحدث عليها كامالا هاريس تحدث عليها دونالد جو بايدن، وتعتبر فقط وعود انتخابية. من هو هذا الشخص الذي سوف يرفع حد أدنى الأجور 25 دولار الساعة؟ لا يمكن، لا يمكن، هذا كلام فقط. الحد الأدنى الفيدرالي للأجور هو 7 دولارات، لا يمكن أن يتم رفعه إلى 25 دولار الساعة، لا يمكن، لأن الدولة أمريكا غارقة في الدين، 35 تريليون دولار، بالإضافة للإنفاق، بالإضافة للحروب، بالإضافة العديد من الأمور. فهذه الأمور يجب أخذها بعين الاعتبار. هناك أمر آخر أريد الحديث عليه، وهو الذي أريد أن أختم به. كما تعلمون الآن هناك مشكل يتعلق بمحاولة أو اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية من الإغلاق الحكومي. يعني في مدة جو بايدن شاهدنا هذا الصراع أكثر من مرة، دائما يبقون إلى غاية آخر ساعة، وفي الأخير يتم الاتفاق على يعني تفادي الإغلاق الحكومي. هذه المرة الجمهوريون تقدموا بطلب أو مقترح أنهم سوف يوافقون على الإنفاق الذي تريده حكومة جو بايدن بشرط التصويت على قانون يطلق عليه سيف أكت. سيف أكت، ما هو هذا القانون؟ وهو أن الجمهوريون طالبون بأن الحكومة الأمريكية يجب أن تفرض على أي شخص يريد الانتخاب أو التصويت في انتخابات هذه السنة أن يدلي بالآيدي، ببطاقة التعريف. الديمقراطيين يرفضون، تصور الديمقراطيين يرفضون. فبالنسبة للناس التي تقطن في أمريكا، تعلم أن هناك قوانين، أن هناك أمور في بعض الدول خارج يعني أمريكا من السهل يعني شراؤها. مثلا أن هنا في أمريكا أي شخص يريد شراء الكحول عليه الإدلاء بالأيدي، لأن يعني حينما تشتري كحول هنا في أمريكا يعني الكاشير تطلب منك الأيدي لترى سنك. شراء السجائر أيدي، يعني خارج أمريكا هذا الأمر عادي، أي شخص ربما يمكنه شراء يعني الكحول أو شراء السجائر. يعني هناك أطفال مثلا خارج أمريكا يرسله الأب إلى يعني المحل لشراء السجائر له، هنا في أمريكا لا، تحتاج إلى أيدي. فتح حساب بنكي تحتاج إلى أيدي. تقديم على قسائم الطعام تحتاج إلى أيدي. الحصول على معونات الحكومية تحتاج من بين الوثائق الأيدي. الحصول على التأمين الصحي، الحصول على إعانة البطالة، تأجير شقة، شراء منزل، كراء سيارة، حجز غرفة في فندق، يعني كل هذه الأمور تحتاج إلى أيدي إلا التصويت في الانتخابات. الديمقراطيين يقولون لا، ويقال أن أمريكا ربما من الدول الوحيدة في العالم التي لا تطلب يوم التصويت يعني بطاقة التعريف، بخلاف العديد من دول العالم التي تطالب الناخب بالإدلاء ببطاقة التعريف، وأن هناك دول ألغت التصويت عن طريق البريد. فهذا كله إخواني أخواتي دفعني اتخاذ هذا القرار، وأنني غيرت من غير ملتزم إلى جمهوري. وكما قلت هذا اختياري، ربما أكون على غلط، ربما أكون مخطئ، لكن الطريقة التي تريد كامالا هاريس تطبيقها في حال دخول البيت الأبيض يعني سوف تكون كارثية.
وتنتظروا هذا الكلام، انتظروا هذا الكلام. أقول إذا دخلت كامالا هاريس إلى البيت الأبيض سوف تكون كارثة على الولايات المتحدة الأمريكية. لا أخوف أحد، لا أدفع أي أحد إلى تغيير موقفه. كل إنسان حر في التصويت على الشخص الذي يريد. تريد كامالا؟ صوت على كامالا. تريد دونالد ترامب؟ صوت على دونالد ترامب. تريد جيل شتاين؟ صوت على جيل شتاين. لا تريد تصويت؟ أنت حر. هذا فقط كجواب على هذا الأخ الذي طلب مني وضع يعني نظرتي الشخصية ويعني موقفي من هذه الانتخابات لسنة 2024. شكرا لكم.